برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة مواجهة مهمة جدا جدا للأهلي في دوري المجموعات، دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، الماتش مهم جدا أمام الهلال السوداني. الحقيقة لازم يعني لا بديل عن الفوز أو حتى التعادل على أقل تقدير عشان يضمن الأهلي أن يكون في المجموعة، ويكون طبعا الوصيف في المجموعة بتاعته بعد ما تأكد وجود سان داونز برستيز 16 نقطة بتصدر المجموعة. الأهلي بيأتي وراه ب7 نقاط، ويجعل الأهلي طبعا يحتاج يا إما للفوز يا إما للتعادل على أقل تقدير عشان بإذن الله يصعد، وهيكون ممثل المصري الوحيد. الحقيقة كل الفرق التانية غدرت هذه البطولة إلا الأهلي. نتمنى ليه كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهمة. أعتقد إن شاء الله تكون يعني مش صعبة جدا، ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع ضيفنا الكريم. هل هي صعبة هل هي سهلة؟ هنعرف النهاردة الأهلي، وطبعا في إصابات وفي شوية مشاكل فنية كده، هنشوف الجديد معاهم مع الأستاذ آسر حسين الناقد الرياضي. شرفنا أستاذ آسر، شرف لي يا رب، صباح الله الخير عليك، يخليك. أهلا وسهلا بيك. سعيدني مع حضرتك وجمهورك المحترم، كل سنة وأنت ورمضان طيب، كريم على الناس كلها. كل سنة وأنت طيب وبخير. ربنا يخلي حضرتك. اسمح لنا نروح لتقرير ونتواصل في الحوار بإذن الله. نتابع مشاهدينا الكرام. استعدادا للمباراة المصيرية، اختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء اليوم في الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. أدى الفريق تدريباته على ملعب التتش ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيسو موسيماني المدير الفني للفريق، فيما عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال. مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة في ظل طموح الفريقين في الفوز والتأهل، حيث يستضيف الأهلي في 10 مساء ضيفه الهلال السوداني في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي، وجميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم هدف التتويج باللقب الأفريقي للمرة 3 على التوالي، ولديهم عزيمة أكيدة لتحقيق هذا الهدف. يحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف فريق سان داونز المتصدر للمجموعة برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتاج المارد الأحمر حامل اللقب في آخر النسختين للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل حجز تذكرة التأهل الثانية عن المجموعة للدور ربع النهائي. مرحبا بحضراتكم جديد، برحب مرة أخرى بضيفنا الكريم أستاذ آسر حسين الناقد الرياضي. أستاذ آسر برحب بيك بداية. بشكل عام بقى، أجواء المباراة أخبارها إيه النهاردة؟ يعني هل الأهلي في الفورمة، مستعد للماتش النهاردة؟ أصل النهاردة مفيش يفوز يتعادل على أقل تقدير عشان يكون وصيف المجموعة. كلام سليم يا أستاذ عمرو، بكمل على كلام حضرتك. الحقيقة هو الممثل الوحيد في دوري أبطال أفريقيا لمصر، خاصة بعد خروج نادي الزمالك للأسف يعني. بالتالي كل الناس كل الامال على النادي الاهلي. النادي الاهلي امام فرصه تاريخيه رغم البدايه المتعثره انه يحقق انجاز غير مسبوق واعجاز للنادي الاهلي على المستوى الافريقي والكره المصريه بشكل عام، وهي تحقيق دوري ابطال افريقيا للموسم الثالث على التوالي. حتى مانويل جوزي المدير الفني التاريخي للنادي الاهلي لم يسبق له الحصول على هذا الانجاز. اعتقد داخليا كمان استاذ عمرو، داخل النادي الاهلي بدايه من رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير محمود الخطيب، في معرفه بده وفي عمليه للتعبئه والتحفيز لده، انه رغم البدايه نفتكر الموسم اللي فات كمان الاهلي كانت بدايته في دور المجموعات كانت سيئه جدا، لكن موسيماني قدر يتدارك ده وكعدته وعدته وخلاص اللي عرفناه عنه كمدير فني، قدر انه في الادوار والمباريات الكبيره يكسب الترجي ويفوز في كايزر تشيفز في النهائي بره خارج قواعد مصر ويحقق العشرة والتانية على التوالي. في امل كبير في ده. الشاهد انه السنه دي المباراه الامور اصعب شويه، النادي الاهلي بيواجه صعوبات رغم انه دعم صفوفه بلعيبه كبيره جدا، لعيبه قويه جدا، انما كالعاده لقب او تعبير يا استاذ عمرو اللي هو مستشفى الاهلي، ركيزه كبيره زي اكرم توفيق، عمار حمدي، الاثنين اصابه طويله ربنا رجعهم بالسلامه. حتى خط ظهر النادي الاهلي وهو المنظومه اللي كان بيعتمد عليها موسيماني في حصد الكثير من الالقاب، بنون بعد عن الاهلي من بدايه الموسم، لسه في مضاعفات كورونا الله اعلم يرجع امتى وربنا يشفيه. محمد عبد المنعم استفاده كبيره جدا من
استخدامه من كيروش واسترجاعه من الإعارة، خلاص بدأت تحس إن عندك خط ظهر دولي، إصابته في الأنف في مباراة مصر، بالتالي في كلام على إنه هيغيب طبعا من مباراة اليوم لكن ممكن يرجع بعد القناع، فبالتالي النادي الأهلي السنة دي عنده صعوبات كتيرة جدا. حتى مجموعته السنة اللي فاتت كانت الأمور أسهل شوية، اتفرج على سان داونز، أرقام يا أستاذ عمرو بتتكلم عن نفسها، سان داونز حصد 16 نقطة كمتصدر المجموعة، يعني كسب 5 مباريات من أصل 6 وتعادل مباراة واحدة، لسه كان عامل إكرام الضيف يعني للمريخ، غلبه بثلاثية نظيفة. فبالتالي ترجي نفس الكلام، مسجل 10 أهداف، مسجل 12 هدف، فبالتالي الرجاء السنة دي كويس، الوداد، فبالتالي النادي الأهلي هيواجه صعوبة كتيرة جدا الموسم ده إنه أكثر تنافسا، لكن جمهور الأهلي يعلم واحنا بنتامل كمحللين انه موسيماني في المباراه الكبيره بيظهر. نعدي مباراه اليوم وهي عنق الزجاجه ونبدا نتكلم على نشوف قرعه الدور الثمانيه، وبالتالي نشوف النادي الاهلي قادر على ايه ان شاء الله يحقق الانجاز والبطوله الثالثه على التوالي. توقعاتك النهارده للماتش بشكل عام، هل الاهلي قادر يعني العقبه دي يجتازها النهارده، ويعني حتى 1-0 ولا اي رقم ولا التعادل؟ الاهلي قادر بلا شك، لكن المعيار في جزء كبير جدا يتعلق على عنصرين يا استاذ عمرو، هو موسيماني مدير فني مدى تحضيره، لعيبه كانت مريحه لكن رجعت له بعض العناصر الاساسيه والعناصر الدوليه بعد اخفاق السنغال وعدم تاهل لكاس العالم وسوء الحظ، فبالتالي الشغل النفسي مهم جدا، معنوياتهم صعبه شويه، بالظبط جدا، انتشال العناصر دي يا استاذ عمرو. الحاجه الثانيه كمان هي البحث عن البديل، يعني يمكن محمد هاني الظهير الايمن كمان من سوء حظ لسه ما قدرش يرجع، رغم انه اتصاب من فتره ما قدرش يرجع فهو خارج المباراه النهارده. بنتمنى كريم فؤاد يقدم مباراه اعتماده كظهير ايمن وورقه مهمه جدا للنادي الاهلي الموسم ده والمواسم القادمه. بالتالي على الورق الاهلي طبعا يعني قادر على الفوز، بنتمنى ان عامل الجمهور النهارده في ميعاد المباراه اللي هو بعد الفطار حوالي باربع ساعات ان شاء الله يكونوا مالين النادي الاهلي او الجزء المخصص في ملعب السلام، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على الفوز. طبعا على الورق الاهلي قادر على الفوز، مباراه اللي هي 1-0-0 كانت حتى النادي الاهلي بيلعبها يمكن 50-50 رغم ان كانت خارج القواعد، على ارضنا الطبيعي والعرف ان الاهلي بقدراته بلعبته بخبراته قادر يحسم بطاقه التاهل من خلال الفوز على الهلال السوداني. طيب خليني افتح برضه نقطه يا استاذ ياسر، حضرتك فتحتها نقطه مهمه جدا، هي نقطه النفسيه المنخفضه جدا للعيبه بعد ماتش السنغال، الحقيقه يعني تقريبا في ما فيش روح بمعنى اصح، ده اللي شفناه كمان مع محمد صلاح في الماتش بتاع ليفربول الاخير، كان يمكن من أسوأ الماتشات اللي لعبها في حياته، كل التقارير بتقول ان هو ما كانش في الفورم خالص، وكان حتى البديل بتاعه ساديو ماني، ف يعني الروح المنخفضه بالنسبه للعيبه كلها والاثار النفسيه اللي منعكس عليهم، ووضع كمان محمد صلاح في الفتره اللي جايه بالنسبه للضغوط النفسيه ايه؟ سؤال مهم جدا بحيي حضرتك عليه، لانه فعلا كان باين تاثر محمد صلاح في مباراه الامس ليفربول بإحباط شويه من خروج مصر من سباق تاهل كاس العالم. بالنسبه لعيبه النادي الاهلي كلمه لعيب دولي هي دي، ما تبقاش بس حاجه انت بتفخر بيها وبتقول انا لعيب نادي اهلي ولعيب منتخب مصر، هي دي لعيب الدولي عنده ما يكفي من الانضباط ومن عمليه الشحن الذاتي ومن الخروج من تعثر الى احتكاك تاني، هو عارف ان هو رايح معترك التاهل لكاس العالم بيحمل قميص منتخب بلده، بيرجع بيحمل قميص النادي الاهلي برضه معترك طبعا النادي الاهلي لكن في نفس الوقت مصر، هو بيمثل مصر، فبالتالي اللعيبه الدوليه عندها شويه ما يكفي من مخزون نفسي انه قادر يطلع من تحدي لتحدي اخر، وبيراهن على ده جميع الناس في النادي الاهلي. طبعا اعتقد موسيماني ليه دور كبير جدا، زي ما يورجن كلوب هو ملك فكره، انا اسف لاستخدام تعبير انجليزي، هو الوان تو وان سايكولوجي والتعامل مع كل لاعب نفسيا كويس جدا، بيقدر يعمل ده، وده اللي خلى ليفربول واحد من اهم فرق العالم دلوقتي. موسيماني على مستوى على الصعيد الافريقي قادر انه يتعامل مع كل لاعب على حده، يمكن ابرزهم يمكن حمدي فتحي وعمرو السولية اهم لاعبين في اللي راجعين، ياسر ابراهيم نفس الكلام اللي اصبح ركيزه دلوقتي في المنتخب واستفاد من غياب خط الظهر احمد حجازي ومن بعده منعم، فبالتالي يقدر يثبت انه احق كمان بالوجود في النادي الاهلي في منتخب مصر في مركز المساك، فرب ضاره نافعة تبقى كمان لعيبه محتاجه تثبت انها على قدر انها لعيبه دوليه ايا كان المدير الفني الجديد، تقدم اوراق اعتمادها كمان للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر او لو كيروش هيكمل. تمام. طيب الاهلي محتاج ايه النهارده يا استاذ ياسر؟ الاهلي محتاج يلعب الكل في الكل، لا بديل عن الثلاث نقاط يا استاذ عمرو، مفيش مجال للتهاون، ظهر على استحياء في المباريات السابقه لدوري ابطال افريقيا دوري المجموعات، مش انه استاذ عمرو انه النادي الاهلي مش قادر او النادي الاهلي الفرق اقوى منه، لا، كان في الجماهير حاسس بشويه تعالي على الكره شويه او غرور او ثقه زائده، بنتمنى النهارده ننزل على ارض الواقع نحترم النادي الهلال السوداني الكبير كامل الاحترام ونكرم الضيف باحترامه والاستعداد الجيد ليه، ولكن على ارض الملعب نهاجم من اول دقيقه نجيب جون بدري وبعدين نبدا نلعب كورتنا بقيه المباراه ونحاول نامن بهدف تاني حتى نضمن الصعود وما يبقاش فيه فواصل بايخه
الجون يتدفى بجون، ما يبقاش فيه نخاف ان يستقبل مرمانا هدف، نخش في تعادل وحسبه برمى تاني. نتمنى ان الاهلي يحسم الفوز بشكل قاطع. جمهور ليه دور كبير قوي النهارده ان شاء الله. ان اعتقد الهدف المبكر هيخلي يعني اريحيه شويه، بس المهم ما بننامش بقى بعد ما بيجي الجون الجون بيتسرح خالص، ولسه فطرانين كمان نجيب جون ننام بقى خالص. ان شاء الله يعني يكون ليله رمضانيه سعيده على الجمهور الاهلي والجمهور المصري باذن الله بفوز مريح باذن الله. باذن الله. تفتكر موسيماني بيدور ايه في دماغه؟ هل 4-2-3-1 ولا هيغير المعتاد عنه، ولا تفتكر ايه اللي هيحصل؟ اعتقد يا استاذ عمرو هيلعب بالتشكيله الاضمن، يمكن اللي نهى بيها اخر مباراه. حظه كان كويس جدا ان لم يجهد ابدا قفشه، ما لعبش خالص يعني، راح المنتخب لكن لم يشارك، فبالتالي العوده الى 4-2-3 او 4-3-3 بشكل اللي هي المثلث المقلوب، وهي قفشه كصانع لعب امامه ثلاثه بقى هو قادر يتحكم فيهم. استعادت فورمه شريف للتهديف بالذات في دوري ابطال افريقيا البطوله الاهم دي ميزه كبيره جدا، ومكسب لمكسب لموسيماني. هو اللي قادر يحدد مين اللي يلعب تحتيه، سواء بيرسيتا وميكيسوني او بيرسيتا وحسين الشحات او بيرسيتا وطاهر او احمد عبد القادر يكون له دور او يلعب بيه كورقه، هو ده الثلاثه دول. لكن لا خلاف عن الاربعه اللي في خط الظهر باستثناء طبعا محمد شريف اللي هيلعب بداله كريم فؤاد، خط الوسط حمدي وسوليا لو كانوا مجهدين هيشارك ديانج في واحده منهم، كان في اختبار طبي لحمدي فتحي هنشوف قادر يلعب ولا لا، بالتالي قفشه امامهم ومحمد شريف في الهجوم، هتبقى الاختلاف بس على جناحي الملعب. اعتقد دي التشكيله الاقرب اللي باذن الله تجيب الفوز. طب الغيابات دي كلها استاذ ياسر هل مؤثره بشكل كبير؟ كل الغيابات اللي احنا بنسمعها والاصابات والاجهادات يعني الحقيقه الاهلي مضغوط جدا جدا، زي ما انت استخدمت تصريح مستشفى الاهلي، الحقيقه في مشاكل فعلا في العدد، يعني اعتقد ان في اصابات كبيره وفي اجهاد كبير بالنسبه للعيبه كمان. مظبوط زي ما حضرتك تفضلت استاذ عمرو، هي ازمه، لكن انا مش شايفها ازمه في اللقاء ده. لما بدات الكلام حضرتك كنت قلت لك انها ممكن تكون ازمه في الاستمراريه في البطوله، ان النادي الاهلي كان بيدعم كويس قوي بصفقات ما قدرش يستفيد يعني او غاب عنها ناس كتير مع اصابات كتيره خلال مشوار البطوله. استرجاع بعض من دول زي ما حضرتك تفضلت هيدي الاهلي افضليه، وان شاء الله انه يقدر ينافس الفرق اللي باين قوي انها مختلفه السنه دي زي الترجي وصن داونز. طيب محمود متولي بعد الاصابه هل ممكن يدفع بيه موسيماني في الماتش ده، ولا شايف دخوله القايمه رساله كبيره يا استاذ عمرو؟ بحيي حضرتك على السؤال ده. دخوله القايمه رساله كبيره انه اللاعب جاهز فنيا وبدنيا رغم كثره اصاباته، ورغم انه بيرجع ماتش ويغيب فترات طويله، سوء حظ رهيب للاعب. اتمنى ربنا يوفقه النهارده يكون ليه دور، ما اعتقدش انه هيبدا والا هتكون مفاجاه لانه بعيد جدا عن المشاركه، وان بدا ربنا يوفقه، لكن هيكون ليه دور. بتفرق نفسيا جدا، كنت بتكلم على الجانب النفسي ان اللعيب يكون بعيد فتره يا استاذ عمرو، وتدخله قايمه المباراه تحس انه قريب من الملعب انه هياخد. طيب حمدي فتحي برضه حضرتك بتقول لي ان التقييمات بتاعته مش كان راجع مجهد كان راجع مجهد وكان خرج باصابه من مباراه مصر، لكن كانت اصابه طفيفه، عملوا له اختبار طبي في داخل النادي الاهلي، في الاغلب يعني هنشوف لو قادر يشارك، هنشوف لو يعني على حسب الامكانيه نشوف. اكيد هو داخل قائمه المباراه مفيش كلام، لكن بدءه او عدم بدءه للقاء هيبان على حسب حالته البدنيه. هو البيرسيتا البديل اليو ديانج اليو ديانج او يعني هما الثلاثه اللي بيلعبوا في وسط الملعب، حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه. عمرو وحمدي راجعين من المنتخب، لو حمدي مش جاهز بتهيألي ديانج هيلعب مكانه. ده برضه الموضوع بيتعقد، يعني التشكيله برضه بتتعقد بعد يعني شويه البدائل شويه بتقل عند موسيماني، لكن الحمد لله يعني الى حد ما الركائز او زي ما بنقول العناصر الاساسيه موجوده الحمد لله في النادي الاهلي وفايقه وما فيش مشكله يعني تقدر تشارك. يعني انت بشكل نهائي كده توقعاتك ايه عن التشكيل النهارده؟ هو زي ما قلت لحضرتك مش هيخرج من شناوي طبعا بطل النادي الاهلي ومنتخب مصر، احد رجال يعني اللي عمل مباراه عظيمه ولكن رب طرد النافعه، سوء الحظ عدم التاهل. خط الظهر ياسر ابراهيم، ممكن يشارك ايمن اشرف جنبه زي ما حصل في مباراه المنتخب. ناحيه اليمين كريم فؤاد، ناحيه الشمال علي معلول، وسط الملعب يا عمرو السوليه واليو ديانج او عمرو السوليه وحمدي فتحي، امامهم قفشه، وفي الهجوم طبعا محمد شريف. هيبقى برده زي ما قلت لحضرتك جناحي الملعب دي دايما موسيماني بيغير فيها على حسب اهوائه، فهنشوف هيبقى حسين الشحات وبيرسيتاو. اعتقد بيرسيتاو هيشارك من بدايه المباراه لانه موسيماني بيحس ان هو تميمه الحظ او اللعيب القادر على الحسم في اي وقت، رغم كمان انخفاض مستواه في المباراه الافريقيه، لكن يعني مع طريقه اللعب وتغير حاجات كتير في الملعب نتمنى ان هو يظهر بشكله الحقيقي زي ما كان هداف النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز. طيب عايزين بقى نطلع بقى يعني كده خلاص تنفذنا الاهلي بقى بمعنى اصح. وضع المنتخب في الحقيقه وضع صعب شويه، ويعني تحس ان زي ما قلنا في السؤال الاول ان الروح منخفضه جدا بالنسبه لكل اللعيبه راجعين، يعني حاله من عدم الاستقرار النفسي كان ظاهر جدا على محمد صلاح، واعتقد يعني هم لعبوا معاه بشكل ندفعوا بيه في الاول، وحتى ساديو ماني اللي هو ريح وكان البديل بتاعه اعتقد
ان يورجن كلوب يعني لعب معاه اللي هو الشكل عايز برضو ياكده ان انت معانا ومفيش مشكله، وبرضو الجماهير على دور كبير جدا. يعني احنا بالحقيقه الواحد بيعيب على الجماهير المصريه ان هم يعني تعاملوا مع محمد صلاح في اول كبوه حصل اللي حصل، والناس هناك شايلاه فوق راسهم وبرضو بيدعموه بشكل نفسي بشكل كبير جدا. شايف الفرق في التعامل، محتاجين ايه الفتره اللي جايه مع اللعيبه بتاعتنا اللي راجعين من السنغال؟ هقول لحضرتك على حاجه او رايي يمكن يبان غريب شويه. محمد صلاح ودعم جماهير ليفربول هناك ده شيء متوقع جدا. الحقيقه كمان نرجع لتصريح يورجن كلوب استاذ عمرو بعد المباراه، وهو قال انه بعض اللاعبين بياخدوا وقت او بيحصل لهم احباط نفسي بعد تعثر او بعد خساره حلم او ضياع حلم او كده. قال محمد صلاح مش واحد منهم، انا شفته كتير جدا في مراحل حصلت حتى انتكاسات على مستوى الفريق ليفربول او انتكاسات دوليه قبل كده لما رجع لي من كاس الامم وغيره، ولقيته انه بيقدر يعني باللغه الانجليزيه يريكفر او يستعيد قواه الذهنيه والبدنيه والنفسيه بسرعه جدا. فهو ده تعبير ده كمان حتى لو في باطن الامر مش حقيقي، لو محمد صلاح لسه متاثر بس ده برضه هيأثر عليه نفسيا. المدير الفني بيقول لك انت قادر تطلع من ده، ففي دعم نفسي كبير جدا. بالظبط. بالنسبه للجمهور المصري هقول لحضرتك حاجه، عكس يبقى عكس ما هو ظاهر، يبقى محمد صلاح هو ملك الملوك وملك قلوب المصريين، ولكن شويه احنا كشعب وكجماهير شويه انفعالي شويه، فكان بس يمكن السخط او المضايقه في الساعتين اللي كانوا بعد اللقاء يمكن على السوشيال ميديا وكده، لكن بعد كده ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد كده يعني الناس رجعت لصوت العقل. وانا محمد صلاح طبعا اهم نجم يمكن جه لمصر في مدار السنين اللي فاتت كلها، حقق ما لم يحققه احد، ما اعتقدش ان حد يحققه، فبالتالي الدعم موجود. هي بس فكره الاحباط كمان قريبه يا استاذ عمرو، لان كنت قريب يعني المنتخب السنغالي ما كانش بالقوه الخارقه اللي اكتسح المنتخب المصري مثلا في مباراه القاهره في مباراه داكار، قريبه 1-0 جايب انت هدف بدري، هو هناك 1-0 جايب هدف بدري، الوصول للاشواط الاضافيه وبعدين في ضربات الجزاء جات لك، يعني كنت هم ضيعوا جات لك هي عايزاك، ولكن سبحان الله سوء الحظ. فيمكن ده اللي مأثر قوي، لعيبه حاسه انها كانت قريبه قوي وجيل كامل يا استاذ عمرو، فده اللي يمكن مؤثر. لو كان الموضوع من الاول باين انه اكتساح للفريق الاخر وان في فروق رهيبه فوارق رهيبه في المستوى كان اللعيبه بقت. بس والله يا استاذ ياسر انا شايف في يعني في حكمه كبيره من ربنا في الموضوع، ونعم بالله حقيقي لو كنا فزنا ما كناش هيرجعوا. اعتقد كلام حضرتك سليم، يعني كان في اجواء يعني لا يعني ربنا يحفظهم، يعني ده اهم من اي حاجه يعني طبعا. ده هو فاز وحصل اللي حصل، بالزبط. يعني هم يعني السنغال فازت وحصل الوضع ده، طب لو كنا احنا فزنا ما كانش حد هيرجع. وكلام حضرتك ده بالظبط ارفق في الملف اللي ذهب للفيفا، ايا كان احنا مش عايزين بس نعشم الناس بحاجه، يعني في الاغلب قرعه كاس العالم تمت بالفعل، يعني نتمنى على الاقل ناخد جزء من حقوقنا وهي انه يتم معاقبه اللي حصل، والجزء من طبعا الشعب السنغالي شعب محترم، لكن جزء من جمهور السنغال والتعدي على محمد صلاح حتى بعد اللقاء شفنا لقطه سيئه جدا. السيسي برضو عليه دور كبير جدا، كان في عمليه شحن اكتر من لازم، التصريحات الغريبه جدا رجع بيها، انا عايز جمهور متعصب، انا مش عايز جمهور يجي في المدرجات، ايه ده؟ في حد بيستخدم مظبوط كل العناوين دي اعتقد لازم ترفق في الملف. وعمليه الشحن انا افتكر كمان لما تعادت المباراه من في التسعينات بتاعه زيمبابوي كان استخدموا بعض المانشيتات من الصحافه المصريه، فبالتالي زي ما حضرتك بتقول تصريحات الي سوسي مهم انها تكون جزء من الملف ايا كان العقوبات ايه. احنا بعتقد اللعيبه ادت عليها، كان في سوء حظ كبير جدا، كان في عوامل خارج الكوره تماما، كان في عوامل ليها علاقه بالكوره يمكن يتحملها المدير الفني، لكن في النهايه يعني بنتمنى نعد جيل قوي قادر على تحقيق كاس الامم اللي جايه و2026 ان شاء الله باذن الله. طيب شايف الفتره اللي جايه مع المنتخب، يعني مستر كيروش هيكمل ولا تفتكر ان في حد جديد؟ فكره برضو تصاعد نغمه المدرب الوطني زي حسام حسن، في ناس تاني خالد جلال تقريبا، يعني بيقولوا انهم يعني ليه ما نديش المصريين تجربه زي تجربه كابتن حسن شحاته؟ هقول لحضرتك على حاجه، يمكن الـ 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 الناس كانت ممكن تكون مياله زي ما في اعضاء كتير من اتحاد الكوره استاذ عمرو دلوقتي مياله والتصويت الاعلى لبقاء كروش او استمراره رغم ان العقد يعتبر لاغي بعدم تاهله لكاس العالم. هو طلب بعض الطلبات منها انه حاسس انه منظومه الكوره في مصر محتاجه لتحسن، تخفيض عدد الانديه المشاركه في بطوله الدوري العام من 18 ل 16، اتكلم عن على طلبات بعينها تخص اداره الكره في وعمليه يعني اداره كره القدم في مصر. لو كان هو قدم اي شيء يدي اي امل او تفاؤل يعمل ارضيه جماهيريه للجمهور المصري كان الناس هتميل انه يكمل، لكن حقيقة الاتجاه انه لا، طالما بندفع رقم كبير بتحمله خزائن اتحاد الكوره بتحمله الشعب المصري انه نميل للمدرب المصري. في الحقيقه طبعا كابتن حسام حسن على راس الناس لانه الوحيد اللي ما خدش لم ياخذ فرصته، لكن كروش شارك في 3 بطولات خرج من البطوله العربيه رغم انها كانت بطوله
يعني تكاد تكون في ايدي في الايدي. نفس الكلام لبطوله افريقيا، اللعيبه انهكت على مدار 4 مباريات في 120 دقيقه، وكانت خرجت اقوى الفرق. انت مخرج المغرب اللي هي راحت كاس عالم، مخرج الكاميرون اللي راحت كاس عالم، فانت بالتالي لعيبتك صدقت انها ابطال وحققت ده بالفعل. كان في تقصير من المدير الفني، ونبقى كاس العالم المحك الاخير. فانت جيت مع مدير فني في فتره زمنيه قصيره، انا اعترف بده استاذ عمرو، ولكن الثلاث استحقاقات لم يحقق اي شيء. بس يظل برضه استاذ ياسر ان هو جاب اشخاص ما كانتش ممكن تظهر اصلا دي حقيقه، دي في حقيقه. كاس عشان كده البناء ممكن على اللي هو عمله استاذ عمرو، يعني ممكن نبني على اللي هو عمله، انه بنى اسامي صغيره في السن، نزل بالمعدل البدني، الجراه في انه ذهب بعيدا عن الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز، اللي هي دايما قوام المنتخب، راح للعيبه في الدوري الممتاز في انديه الوسط، شاف كان في عين العداله في الاختيارات، تقدر تبني عليها من هنا بمدير فني جديد. طيب هل تفتكر فرص حسام حسن كويسة انه انا ميال جدا على المستوى الشخصي للفكره دي. انا اتمنى ان كابتن حسام حسن، وعندي ثقه كبيره انه يقدر يخلق جيل حتى مشروع، مش مجرد مرتبط بتصفيات استاذ عمرو او كاس امم او كاس عالم، جيل يبني جيل جديد. لكن فرصه في الوجود انا بعتقد انها صعبه جدا، لانه الراي او يعني دايما في صدام، مع بيحسوا انه كابتن حسام صدامي شويه، او مش هيبقى في اتفاق مع اتحاد الكوره، فده بيخوف شويه المسؤولين عن منظومه الكوره في مصر من التعاقد معاه. لكن انا بتمنى لو حصل تفاهم ان يكون هو الاقرب باذن الله، يعني بعتقد دي فرصته. يعني ان شاء الله كل التوفيق لمصر وكل التوفيق يا للنادي رب الاهلي باذن الله. يا رب. والحقيقه سعدت جدا شرفت بتحليل بيك يا استاذ حضرتك، عمرو، تحليل ربنا مميز يخليك. وتحليل وافي، الحقيقه ادانا معلومات كتير جدا جدا. اشكرك شكرا يا استاذ جزيلا، عمرو، شرفتنا يا استاذ اسر. ربنا يخلي حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ويومك سعيد ان شاء ربنا الله. يخلي حضرتك. شكرا جزيلا استاذ اسر حسين الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. هخرج لفاصل مع اخبار المال والاعمال مع زميلي محمد عبد الله، ونعود من بعده لحوار جديد من حواراتنا بعد الفاصل مع زميلتي ماجده القضيب. ابقوا معنا.